جمعية اقتصاد السعودية تتميز دائما بالمبادرات، فاختيارنا الموضوع الاقتصاد الرقمي هذه طبعا قد تكون معلومة لم يسبق ذكرها على الإعلام، أنه كان هو الموضوع المختار للقاء السنوي قبل عامين، فإحنا في هذا الجانب سباقون في طرح هذا الموضوع الحيوي، ولكن طبعا بسبب ظروف جائحة كورونا تم التأجيل، والحمد لله الآن الأمور تسهلت، وهذا مكننا إن شاء الله والحمد لله لعرض هذا اللقاء في ظل عدم وجود احترازات دقيقة كما كان في السابق. ولكن طبعا أهمية الموضوع زي ما ذكرت موجودة لها عدة سنوات، ولكن تفاقم وزيادة أهمية الرقمنة في الاقتصاد ودورها في التحول في جميع الأعمال الحكومية وفي القطاع الخاص جعل هذا الموضوع جدا مهم، ولذلك عملت جمعية اقتصاد السعودية على مواكبة هذا التغير والمبادرة والإسراع في طرح هذا اللقاء. طبعا في هذا اللقاء أيضا هدفنا إلى جمع جميع الأطراف أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وطبعا الأكاديميين والطلاب وأيضا الخريجين يشاركونا في خبراتهم ومعرفتهم في جانب البحثي وأيضا الجانب العملي من الرقمنة والتحول للاقتصاد الرقمي. الحقيقة المملكة قطعت شوط كبير وحققت إنجاز ليس على مستوى فقط الدول العربية أو على مستوى الشرق الأوسط، ولكن أيضا على المستوى العالمي. فالمملكة وفق التقارير الدولية الآن هي تقريبا في المركز الثاني من حيث تحول في القدرات التنافسية في الرقمنة، وأيضا في تغير والتطور في الأطر التنظيمية. فبالتالي أصبح شيء طبيعي أن المملكة في ظل رؤية 2030 التي تعتبر التغير والتحول الاقتصادي بما في ذلك التحول الاقتصاد الرقمي هو جزء من مرتكزاتها، ولذلك هذا اللقاء وهو إن شاء الله ليس الأول، أو أقول هو الأول ولكنه ليس الأخير، لأنه إن شاء الله سيعقب سلسلة من الورش لإكمال النقاط المهمة في هذا الجانب. فالاقتصاد الرقمي له عدة أوجه وله عدة اتجاهات، فهناك الإعلام الرقمي وهناك أيضا استخداماته في قطاعات مختلفة. فلذلك احنا هذا اللقاء هو بمثابة نقطة بداية، وإن شاء الله ستجدون في المناسبات القادمة إضافات لهذا اللقاء. زي ما ذكرت انه اللقاء الحالي اللي هو عن الاقتصاد الرقمي، لانه الحمد لله يعني كان هناك عندنا عدد كبير من المحاور، ولكن لضيق الوقت وحصرنا اياها في يوم واحد جعلنا نختصرها في عدد من المحاور، لكن هناك عدد محاور قادمه ان شاء الله وقد تعرض بشكل محاضرات او ورش عمل الى اخره. ولكن اذا كان سؤالك بالنسبه للقاء السنوي القادم، فطبعا امامنا عام من الان، وبالتالي اختيار الموضوع يحتاج طبعا خلينا نقول دراسة، وبنفس الوقت مجلس الإدارة والجمعية العمومية لها دور مهم في هذا الجانب، ونتطلع إن شاء الله أن يكون اللقاء القادم إكمال لهذه التحولات المهمة والجبارة.